هذا الحوار مع الأساتذة والدارسين في كلية الدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية في جامعة أجدال كان مناسبة هائلة لمقارعة الفكر وتبادل الأفكار والمبادرات حول مستقبل النظام الدولي لحقوق الإنسان. من أهم ما قيل فيه هو أن مستقبل حقوق الإنسان يتوقف على الأداء الوطني أكثر ما يتوقف على الاتفاقيات الدولية، لأنه ما التنفيذ على المستوى الوطني هو الأصل، ليس حقوق الإنسان لا تنفذ في كوكب آخر. وهناك الكثير جدا من الأفكار الإصلاحية التي تم طرحها في هذا الاجتماع، ومن أهمها مسؤولية دول الجنوب عن إنتاج وليس فقط استهلاك معايير حقوق الإنسان. وكان أحد أهم الإطارات الفكرية التي تم استذكارها خلال هذا الاجتماع هو كلمة جلالة الملك محمد السادس في افتتاح المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في مراكش في نوفمبر 2014، والتي تحدث هي عن أهمية أن الكونية هي انشانتيه بيرمانون، هي هدف حركي متواصل، وأن الخصوصيات يجب أن تثري العالمية، وأن العالمية ليست فردا من مجتمع على مجتمعات أخرى ولا رؤية حضارة على حضارات أخرى. من هذا المنطلق الأصالة الحقيقية، وكان هذا الحوار غنيا بالأفكار في هذا الإطار، تبدأ وتنبع من القيم الوطنية في المقام الأول طالما كانت متوافقة مع المعايير الدولية.